جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. نسمع عن الحبه السوداء وانه ورد حديث عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم انها شفاء من كل داء وانها تقوي جهاز المناعه في جسم الانسان، فما رايكم في هذا الموضوع وفقكم الله؟ نعم، صحت الاحاديث في ان الحبه السوداء شفاء من كل داء، وان الله جعل فيها شفاء اخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فيجب الإيمان بذلك وتصديق ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بل ثبت طبيا من تقارير الأطباء أن الحبة السوداء فيها علاج وفيها منافع وفيها شفاء بإذن الله عز وجل. نعم.